ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وزي الفل. شوف خليني واحنا يعني لازم في اطار واحنا بنتكلم على النهارده تفقد فخامه الرئيس لاصطفاف المعدات اللي رايحه لاستكمال التنميه واعمار شبه جزيره سيناء، انه هرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها انا وزميلتي العزيزات، مسألة الرئيس عندما تحدث عن الشائعات وكيف تضرب الشائعات من وقت للتاني أحيانا بتبقى بمنتهى القوة. جيت أنا قعدت عملت شوية هومورك، شوية واجب أشوف حجم الشائعات خلال 22 تحديدا سنة 22. قعدت راجع بقى من كل الويب سايتس المحترمة المعتمدة اللي عليها القيمة اللي بترصد كل الكلام ده، فلقيت انه اغلبها يتحدث انه حوالي 20%، خد بالك يعني خمس الشائعات اللي طلعت من 2013 حتى هذه اللحظة كانت في 22. طب السؤال ليه؟ اشمعنا 22؟ واحنا هنا بنتكلم، ويمكن زي ما زميلتي العزيزة ريهام اشارت وده حقيقي 100%، انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم بس على تنمية اقتصادية؟ يعني انا وانت كمواطنين شايفين الموضوع هي التنمية الاقتصادية، هي اعمار سيناء الى اخره؟ لا، احنا بنتكلم على انه سيناء جزء لا يتجزأ من الاراضي المصرية، وعليه يجب انه تكون كل نواحي الاعمار والتنمية فيها زي بقية المدن والمحافظات والاقاليم المصرية، وانه تبقى سيناء كاملة مكملة بكافة مؤسساتها، كل مؤسساتها، الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية والمؤسسات الخدمية وما إلى ذلك. طبعا نقدر نتحدث باستفاضة ودون كلل أو ملل، بل بفخر وبعزة وبسعادة عن حجم التنمية اللي بتعمل في سيناء في كل قطاعاتها، سواء إذا كانت التنمية العمرانية، سواء إذا كانت التنمية الصناعية، سواء إذا كانت التنمية الزراعية، سواء إذا كانت التنمية في البشر من مدارس مختلفة، ويمكن تجربة المدارس اليابانية اللي أصبحت منتشرة في أرجاء سيناء، التنمية فيما يتعلق بالقطاع الصحي وأول مستشفى أخضر بالكامل في جمهورية مصر العربية اللي موجود في جنوب سيناء على سبيل المثال شرم الشيخ، أو بنتكلم على التنمية على المستوى الجامعي والبحث العلمي وما إلى ذلك. لا، ده احنا بنتكلم على شيء أكتر من عظيم وأكتر من مهم. يا سادة يا كرام، بالقضاء على الإرهاب في سيناء توازيا مع جهود الإعمار والتنمية المتواصلة بلا كلل وملل وحجم لا يقل عن 610 مليار، تقدر تقول بملو الفم سيناء رجعت كاملة لينا النهاردة 26 فبراير 2023. مصر اليوم في عيد، ده جد مش هزار. النهاردة وقائع اليوم بدأت بكلمة مهمة جدا لفخامة بكلمة هامة لرئيس الوزراء، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض من خلالها مشروعات التنمية المنفذة واللي جاري تنفيذها، واللي كنت بقول لكم 610 مليار جنيه، تنمية شاملة متكاملة، تنمية عمرانية في سيناء. أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إحداث الربط الكامل ما بين غرب قناة السويس وشرق قناة السويس سيناء من خلال مجموعة بقى من الأنفاق والكباري والوسائل المختلفة لخدمة العملية التنموية هناك. وضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه مصر لديها في سيناء 6 أنفاق تحت قناة السويس، 7 كباري عائمة، مجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلو متر في سيناء، بالإضافة لمحاور تكفي عملية تنمية لخمسين سنة جاية. دكتور مصطفى مدبولي اتكلم على التطوير الشامل وإنشاء 5 مطارات في سيناء. ده كلام بالمناسبة من اللي يوجع كل من لا يريد خيرا لهذه البلد، ده كلام بالمناسبة وكأنه لطمة على وجه كل من شكك في أي خطوة من الخطوات اللي خدتها جمهورية مصر العربية، مصر ورئيسها وحكومتها أو حكومتها من 13 وحتى هذه اللحظة. طبعا ده بالإضافة بقى للموانئ، 5 مطارات في سيناء،
بالإضافة للمواني البحرية والجافة اللي تم تنفيذها على أعلى مستوى، وكانت تقريبا بتكلفة 44 مليار دولار. خلال الفعاليات استعرض أصحاب الشركات الناجحة في سيناء، خد بالك أصحاب الشركات أي المستثمرين أي القطاع الخاص، المشروعات اللي نفذوها أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والإسكان ومعالجة المية والصرف الصحي والتشييد والبناء والطرق، 8 قطاعات. ووجه فخامة الرئيس السيسي بأنه تكون الأولوية في تنمية سيناء لشركات السيناوية، أهالينا اللي موجودين هناك، لأنهم اشتغلوا مع الدولة لأجل مصر في ظروف شديدة الصعوبة. فخامة الرئيس شدد إن مصر هتتحرك بشكل سريع وكبير علشان أهالينا اللي في سيناء يشعروا إن الدولة بتبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية مع اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واليقظة. ليه؟ لتحقيق الأمن والأمان لأهالينا في سيناء. وبيأكد إن التواصل ما بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالي وشيوخ سيناء هي ثقافة ويجب أن تستمر. ووجه الرئيس السيسي الشكر لأهالينا في سيناء والأسر اللي قدمت ولادها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية اللي شافتها سيناء. خلونا بعد إذن حضراتكم نستمع لجزء من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. بشكر كل أهالي سيناء وبقول لهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العمليات اللي بتتم دول، يعني عزائنا إن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من آفة موجودة. صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا، تفقده، لأن احنا النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك، الجيش مش قادر يتحرك، أجهزة الدولة مش قادرة تتحرك، لا قادرة تعمل تعليم كويس ولا قادرة تعمل صحة كويسة ولا قادرة تعمل استثمارات الناس تشتغل وتاكل عيش. بدليل هو أنتوا لما كنتوا تيجي تعمل الطريق كانوا بيخليكوا تعملوا الطريق، لما تيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده. طب ليه؟ طب ده اللي بيتعمل ده مش بيتعمل لينا احنا، لكن بيتعمل للناس. اتفضل. هدفه الهد، لكن احنا هدفنا البناء. صحيح. فالفكره كلها ان انا عايز اقول لكم ان الفتره الجايه دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطه كبيره قوي، محتاجين جهدكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس اهالينا في سيناء، تحسس اهالينا في سيناء ان الدوله المصريه بتشتغل بهمه، لان ما بقاش في عذر بقى. ولا يا محمد؟ مش كده؟ ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم. أعظم وأهم من حكم مصر خلال 200 سنة تقريبا. تاني، أعظم وأهم من حكم مصر خلال 200 سنة. تالت، أعظم وأهم من حكم مصر خلال 200 سنة. رجل جفف منابع الإرهاب. رجل اشتغل على التنمية بالمعنى الكامل والحرفي. رجل اشتغل على إعمار سيناء وتنميتها بشكل كامل. رجل عمل على استعادة سيناء كما يقول الكتاب. بس على ذكر الإرهاب، خد بالك الإرهاب لم ينضب في العالم حتى وإن حاول العالم أن يقف، وكنا بندعو هذه الدعوة من سنين فاتت وقلنا خلي بالكو الإرهاب مش بعيد عن حد. النهاردة احنا امبارح اتكلمنا على إعلان باراجواي، والنهاردة بنتكلم على إعلان جزر القمر إنه الإخوان منظمة إرهابية. فخلوني هربط الاتنين ببعض بعد إذن حضراتكم. الإرهاب اللي كان في سيناء وتم تجفيف منابعه، والإرهاب اللي لازلنا بنحاربه على الصعيد الفكري حتى لا يعود مرة تانية. ناخد معانا على التليفون الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا 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 أهلا. أهلا
اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. وحشنا قد الدنيا ليك وحضرتك اكثر، وربنا يوفقك دايما جميعا المشاهدين جميعا جميعا. دكتور خالد، في يمكن حاجتين وانا سمحت لنفسي ان انا يمكن اربطهم شويه ببعض. ما كان يحدث في سيناء من محاولات استيلاء المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة والمتطرفة على سيناء وصولا إلى تجفيف هذه المنابع بالكامل حتى وصلنا إلى التنمية، ثم لو صح تعبير نحود على اللي حصل ما بين إعلان باراجواي وإعلان جزر القمر، كيف يراه الدكتور خالد عكاشة؟ يعني لو هبدأ بسينا طبعا لانحيازي ليها وبكم عشقنا كمصريين لهذه البقعة من الأراضي المصرية، الحقيقة أنا بشوف اللي حصل النهاردة واللي استمعنا إليه النهاردة صباحا أمر يسلك صدورنا جميعا ويدل ويؤكد ويعزز الخطة الاستراتيجية اللي الدولة اشتغلت عليها من أول ثورة 30 يونيو حتى هذه اللحظة من لحظات النجاح والانتصار اللي احنا كنا موجودين فيه النهاردة. فعلا انا هتفق مع حضرتك زي ما قلت من دقائق وانت بتقول الدولة المصرية اشتغلت على مكافحة الارهاب الحقيقة وفق يعني احدث المبادئ والاطر العالمية اللي بتذكر النهاردة ان سلاح التنمية هو جنبا إلى جنب، جنب القوات المسلحة وجنب الأجهزة الأمنية وجنب أجهزة الاستخبارات، هي علاج ناجح وما تقدرش عليه دول كتير إنها تشتغل بقوة صلبة وبقوة وسلاح التنمية والعمران والتطوير في آن واحد. بس مصر الحقيقة لتجربة فريدة حقيقة هي اللي جعلتنا نحقق الانتصار في هذه الفترة الوجيزة على خطر كبير زي اللي كان موجود في سيناء، هي ان احنا اشتغلنا من اللحظة الاولى. المهندسين المصريين والشركات المصرية والعمال المصريين كانوا بيشتغلوا تحت النار يا استاذ يوسف في فرع قناة السويس الجديد وفي انفاق قناة السويس وفي انشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المشروعات الكبرى والاستراتيجية للدولة المصرية، وكانت بتتم جنبا الى جنب جوه آلية الحرب على الإرهاب. هو ده اللي وصلنا إلى المرحلة اللي احنا موجودين فيها النهاردة. حجم التكاتف من أبناء سيناء واللي النهاردة وعدوا السيد الرئيس، والسيد الرئيس وعدهم أيضا بأن كل مؤسسات الدولة موجودة على أراضي سيناء علشان فعلا تعود سيناء قاطرة نمو للدولة المصرية كلها، ده ما كانش كلام فيه أي قدر من المبالغة على حجم التضحيات وحجم الشغل الوطني الحقيقي اللي تم في هذه البقعة. مصر كانت مصرة ان سيناء ترجع طاهرة خالية من الإرهاب ومن اي تهديد ومن اي مشروعات غير وطنية تستهدف تهديد حياة المواطنين، وده اللي الحقيقة يعني قدرنا النهاردة ان احنا نتلمس ملامح. النهاردة كمية ارقام اتقالت حوالين كم الانفاق اللي الدولة انفقته على سيناء من العام 2014 مش النهاردة، يعني بادية مبكرا جدا في مشروعات المياه وفي مشروعات البنية التحتية في ميناء العريش اللي النهاردة السيد الرئيس اكد عليه عملية الربط ما بين ميناء العريش وما بين الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا التمييز الايجابي اللي احنا كلنا بنرحب بيه ومسمنينه جدا، لانه الحقيقه بيضع ميناء العريش في قلب التنميه المصريه، والسيد الرئيس بيتكلم بيقول الكلام ده مش بنعمله للنهارده فقط، الكلام ده هنحصد ثماره بعد 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين لابناء وابناء اهالي سيناء اللي موجودين النهارده. يعني عمليات تنميه وخطط تنمويه بعيده المدى عندها افق واسع جدا، عندها طموح ان فعلا سيناء تكون رقم مهم ورقم فاعل في كل مجمل الانتاج القومي للدولة المصرية وللوطن كله، وفعلا تبقى منطقة جذب ما تبقاش منطقة تهديد ولا اخطار من اي نوع. ده الحقيقة الجانب اللي يتعلق بسيناء، وكان مشهد مشرف ومشهد محل فخر لكل المصريين ومشهد بنهديه لشهداء
الجيش والشرطة والمدنيين اللي قدموا أرواحهم في سبيل الانتصار اللي احنا النهاردة كنا بنشوف ملمح من ملامحه بيتم النهاردة على أرض محافظة الإسماعيلية بالوعد بتطوير عملية التنمية ودخولها إلى أفق جديد وإلى مرحلة جديدة بعد أن انتصرت الدولة انتصار حقيقي على الإرهاب في سيناء. عظيم جدا. طيب ده واحنا بنتكلم على ما يحدث في سيناء ما بين حرب على الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية والعمران في سيناء، وزي ما حضرتك وصفت بالضبط هي تجربة غير مسبوقة على الإطلاق، وبتستمر مصر حتى هذه اللحظة في مسألة الحرب الفكرية على الإرهاب، وما حذرنا منه سابقا أصبح يراه العالم حاليا. كان عندنا إعلان باراغواي ثم إعلان جزر القمر. أهم ما في هذين الإعلانين الحقيقة نقطتين في غاية الأهمية. أول نقطة إن هذه الدول كانت تستغل، وخاصة باراغواي وأورغواي والبرازيل والأرجنتين أيضا، إن هذه الدول ببعدها الجغرافي عن منطقة التأثير اللي احنا موجودين فيها كانت بتستخدم من قبل التنظيمات الإرهابية ليس من أجل التجنيد أو جلب سلاح أو غيره، لا، كانت بتستخدم لإدارة المحافظ المالية اللي بتمول بها هذه التنظيمات نشاطاتها الإرهابية واللي بتنفق منها على حجم الإنفاق الهائل اللي كنا طول الوقت بنتساءل منين بتيجي هذه الملايين، منين بيصرفوا على القنوات اللي كل قناة يعني تلفزيونية في أي مكان في العالم بتحتاج إلى ملايين من الدولارات شهريا، منين بيقدروا ينفقوا على كم الأسلحة وكم التجهيزات اللي بيظهروا بيها في دول فقيرة جدا في أفريقيا وفي أسيا وفي مناطق غريبة. الحقيقة الدول اللي زي دول أمريكا اللاتينية ودول بعيدة عننا كانت طول الوقت بيتم زرع عناصر فيها لاستثمار الأموال ولتحقيق أرباح. أجهزة الأمن لهذه الدول انتبهت، وده تاني حاجة بقى من الحاجات المهمة جدا في الإعلان عن تصنيفها جماعة إرهابية، إن هي ذكرت جملة كنا طول الوقت بنقولها من أول 2013، وكان ربما دول كتير ما كانتش قادرة تاخد المقاربة المصرية بالاهتمام اللازم. كنا بنقول، وهم النهاردة قالوا الكلام دوت في حيثيات إدراجها كجماعة إرهابية، قالوا احنا اكتشفنا ان جماعة الإخوان هي الظهير الأيديولوجي لكل التنظيمات الإرهابية، وذكرتهم بالاسم داعش والقاعدة وكذا يعني فهمت كويس جدا جدا ان جماعة الإخوان تقف وراء كافة هذه التنظيمات، وأنها رافض رئيسي لضخ الأموال ولتجنيد العناصر لصالح هذه التنظيمات الإرهابية. وللعلم هذا هو السبب الرئيسي اللي جعل هذه الدول تصنفها جماعة إرهابية. هي شايفة أن جماعة الإخوان بتمثل التربة وبتمثل المادة الخام اللي بتصدر منها العناصر واللي بتقدر توفر أموال تمول بها هذه التنظيمات أو تدفع بعناصرها، وكمان الإشارة إلى إن هم بيقدموا دعم أيديولوجي، يعني الفكرة والتخريجات المتطرفة والإرهابية والتخريجات الفكرية اللي بتغسل أدمغة الشباب أو العناصر المنتصرة واللي بتخليهم عندهم رغبة في الموت ورغبة في تفجير أنفسهم وإيذاء أوطانهم ومجتمعاتهم وغيره. كلام دوت لما يجي من دولة في أمريكا اللاتينية اللي هي بعيدة عن دينيا وثقافيا إلى حد كبير وحتى في طبيعة المجتمع وغيره، حقيقة يعني ده كان أمر لافت وأمر يدعو للانتباه، وأعتقد أنها ضربة قاسمة بشكل كبير جدا لكم من الأموال كان يتم استثمارها في هذه الأسواق المهمة واللي كانت بتعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في توفير الأموال وفي حركة تجارية كانت تمول من خلالها
قنواتهم الإعلامية وأيضا نشاطات الإرهاب المسلح. طب معلش يا دكتور أنا هتقل عليك سنة كمان، هل ده من الوارد، ربنا يخليك، هل ده من الوارد إن هو يبقى ليه رد فعل عملي لدى أجهزة غربية تبدأ أن تدقق في تدفقات الأموال بتاعة الجماعة؟ لأن هناك الكثير من الأجهزة والأنظمة تستضيف الجماعة وتستضيف قنواتها. أنا لسه في عندي قنوات موجودة في غرب أوروبا، لسه في عندي روافد للجماعة موجودة في أمريكا الشمالية إلى آخره. هل ده هيدفع للمزيد من التدقيق، أو على الأقل، أو حتى في بعض الأحوال، مش أقول على الأقل، ملاحقة بعض كوادر الجماعة؟ أنا أتوقع ذلك يا أستاذ يوسف. يعني إحنا بنتكلم على دولة يمكن تصنيفها باعتبارها دولة محايدة، يعني ما فيهاش كما كانوا يحاولوا أن يتهموا الدول العربية اللي صنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية، كانوا طوال الوقت يلقوا باتهامات بأن هناك خلاف سياسي ما بين هذه الدول وما بين جماعة الإخوان. قالوا كده عن مصر، وقالوا كده عن المملكة العربية السعودية، صح، وعن الإمارات، وعن البحرين، وعن الأردن، وعن تونس. الكلام ده وقت ما يخرج من أمريكا اللاتينية، لا، هيلتفت كتير جدا جدا من مؤسسات وأجهزة الدول العالم المختلفة، وخاصة أمريكا الشمالية وأوروبا بالذات. وأنا عارف أن حضرتك تقصد هذه المناطق على وجه التحديد طبعا. لأن هي الأخرى لازال يتم فيها غسيل الأموال لصالح تمويل الإرهاب بشكل أو بآخر، وحتى الآن يتم فيها إدارة محافظ مالية لصالح الإنفاق على المنصات الإعلامية والكتائب الإلكترونية وغيرها من الأنشطة المشبوهة، واللي هي بتصب في اتجاه الكراهية والعنف وغيره. الدول دي هتضطر في وقت قريب جدا انها تعمل عمليات تتبع. احنا يعني شفنا قبل كده نموذج مشابه لباراغواي، بس الحقيقة ما خدش مساره للنهاية، حصل في لندن، حصل في بريطانيا. مظبوط. ان لجنة تقصي حقائق خرجت في العام 2019 وصلت لنفس النتائج اللي وصل لها برلمان باراغواي، واللي قدر ان هو في التصويت ياخد أغلبية كاسحة وإجماع بضرورة التصنيف. لجنة تقصي الحقائق في بريطانيا وصلت لذات المفهوم، صحيح، ان قالت جماعة الإخوان تمثل الجسر ما بين المجتمعات المسلمة وما بين التنظيمات الإرهابية، وان هي اللي بتاخد الشباب المسلم وبتوديه الى لإلحاقه بهذه العناصر. وعرض هذا التقرير في مجلس العموم البريطاني بنهايات 2015 لو انا متذكر، كان نوفمبر او ديسمبر، وبعد شوية الامور هس. لم يحصل للأسف الشديد على الأغلبية، وده السبب. لكن التقرير 12 واحنا قريناه بالكامل، صحيح، وزي ما بقول لحضرتك هو قريب جدا في وصوله للنتائج والمستخلصات مما تم اعلانه منذ ايام في امريكا اللاتينية. اذا احنا قدام ارهاصات هتدفع مؤسسات الدول المختلفه انها تراجع، وخاصه عمليات الاستثمار او غسيل الاموال. امر معقد جدا طبعا، وعمليه تحويل الاموال وانتقالها وحريه التداول وغيره من الاجراءات البنكيه اللي بتسمح باستغلالها لكتير من الفجوات بتشتغل عليها جماعة تعمل في الظلام زي جماعة الإخوان. لكن في نفس الوقت برضو النهاردة في العصر الحالي اللي احنا فيه، لا، في تدقيق في مسألة مصادر الأموال، هل هي لصالح جماعات ولا هي مؤسسات استثمارية جادة ولا يعني هيبقى فيه نبش في أوراق وتحركات هذه الجماعة لم تحظى بالحرية الحركة كما كان عليه الأمر سابقا. ودي كانت مش مفاجأة خالص أنها تطلع من أمريكا اللاتينية، رغم اختلاف كبير جدا الساحتين ما بين منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لكن لأن أجهزتهم هناك اشتغلوا بالجدية وبالحيادية وبالمهنية الواجبة قدروا يوصلوا للنتائج دي. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، أولا نورتنا وشرفتنا، وهذا الموضوع يحتاج أنه تنورنا في الاستوديو أول ما وقتك يسمح. أرجوك
أشكرك جدا، أشكرك جدا 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 سيادة العميد الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. اللي قاله الدكتور خالد مهم جدا، خصوصا في مسألة التقرير الذي عرض على مجلس العموم البريطاني، وأنا بقول لك بحاول أنعش الذاكرة كان ما بين نوفمبر أو ديسمبر. استقصاء لأموال الجماعة، خد بالك بقى، أموال الجماعة في لندن مش في كل إنجلترا. احنا تقريبا وصلنا لحوالي 34 منشأة ضخمة موجودة جوه لندن، وشكل التدفقات المالية هو مش مريب، هو بالدليل الدامغ كارثي. عملنا وقتها تحقيق ما وكان اسمه التنظيم. اللي انا عايز اقوله لك هو ليه هذا التقرير اتسكت عنه؟ سؤال. طيب في النهاية لما بتبقى الحقيقة حقيقة وما هياش تلفيق لازم هتظهر ولو بزاوية أخرى أو في مكان آخر، فظهرت في أمريكا اللاتينية تاني. يعني ما فعله الناس اللي اشتغلت على التقرير ده في إنجلترا عملوا آخرين كمان في أمريكا اللاتينية، فصدر إعلان باراغواي. طيب توقع المزيد، ده بالمناسبة توقع المزيد، وهتجد مناطق أخرى في العالم هتصل إلى نفس ذات النتائج المتعلق بأنه جماعة الإخوان بالتأكيد هي جماعة إرهابية، وفي أقل تقدير هيبقى زي تقرير لندنيه اللي هو إيه؟ هي رافد رئيسي أو رافد أيديولوجي للجماعات المتطرفة والمسلحة حول العالم، وده اللي وصل له تقرير لندن آنذاك. طيب كل اللي مطلوب من حضرتك إيه؟ راجع اقرأ جوجل وتشات جي بي تي، مخلوش، عيش اللي حضراتكم شفتوه النهاردة في سينا. عمره ما حصل، عمره ما مع حب واحترام لقادة وزعماء وحكام ورؤساء رائع عظيم ده حقيقي، لكن هو عمره ما حصل. يعني قل لي مين في الـ200 سنة تعامل مع سينا بالشكل ده؟ ليه؟ لأنه سينا أرض مصرية ولازم يتم التعامل معها زي أي قطعة غالية من أرض الوطن. لازم كان يتعمل تنمية وإعمار وتبقى دولة حاضرة بكل مؤسساتها. لازم يبقى في تأكيد أصيل على أنه لا يوجد أي حاجة تستدعي أن احنا نترك سينا عشرات السنين، أكتر من عشرات السنين. هو من محمد علي، يعني خدها مصر حديثة، من 1805 لحد 2023 انت شفت كده من اي حاكم؟ انا مش هقولك ما ظنش، هي الاجابة قاطعة لا. فاصل وهنكمل في سينا وفي التاسعة. اتعرض علينا دكتور مصطفى وهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة، كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت. احنا بنتكلم على تخطيط، يعني بقوله لكل المصريين، مش تخطيط متواضع يعني، لا لا. احنا بنتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا 600-700 ألف فدان إجمالي الأراضي الزراعية اللي المفروض ان احنا نتمنى ان على اخر السنه دي، مش كده احمد؟ على اخر السنه دي، على اخر السنه دي تكون المايه موجوده سواء من المحسمه او من محطه بحر البقر، والخط البث الناقل ده اللي كنا احنا عايزين نشتغل نخلصه في اسرع وقت ممكن، دلوقتي ما بقاش فيه مشكله. نقدر نقول النهارده ان هيبقى فيه كميه اراضي نقدر انها تدخل للانتاج على نهايه السنه دي ان شاء الله. انا بتكلم هنا على سينا، مش بتكلم على توشكا ولا الوادي النطرون ولا، لا انا بتكلم على سينا بس، بنتكلم في 600 ألف قديم وحديث يعني. فده امر مهم قوي، اتمنى ان احنا التنميه وزي ما بقول كده خطتنا خطه مش متواضعه. انت بتتكلم مع أو بتسمع
كلام رجل واضح جدا وبمنتهى الأمانة يعرض كل الأمور. شوف الرئيس وهو بيتكلم على الاستثمار أو التنمية الزراعية في سيناء، ذكر رقم مهم، قال احنا بنتكلم على من 600 ل 700 ألف فدان يكونوا جاهزين للزراعة بالكامل في نهاية هذا العام، ما والرقم ده ما بين أراضي قديمة وجديدة، لا ينسب فضلا لمرحلته أو عهده أو لنفسه، وقال لك ما بين القديم والجديد، لكن الأهم أن تكون المية واصلة سواء إذا كان من محطة المحسمة أو من محطة بحر البقر للستمائة سبعمائة ألف فدان. مش مهندس عاطف عبيد مطر وكيل مديرية الزراعة بشمال سيناء، أهلا بيك يا فندم. أهلا فندم، إزيك يا باشمهندس؟ كله تمام؟ الحمد لله رضا الله. والله نقول لكم إيه بقى، مبروك على إيه ولا إيه؟ بس على ما يبدو أن النهاردة كان يوم رائع بالنسبة لسيناء، مش كده ولا إيه؟ هي الفترة الأخيرة كلها إن شاء الله تبقى في يعني تغيرات جامدة في المحافظة كلها أو في شبه جزيرة سيناء عموما. طيب الرئيس النهاردة اتكلم على أنه يبقى في تقريبا من 600 ل 700 ألف فدان يكونوا جاهزين للزراعة في سيناء بنهاية العام الجاري. أنا عايز أعرف تفاصيل أكتر عن ده، وده يحصل إزاي أو بدأنا فيه إزاي؟ هو في الأراضي اللي جنوب الشوحط وشارع البحيرات، ودي المية اللي توفرت من محطة المعالجة اللي افتتحها الرئيس، ودي هتوفر 5.6 مليون متر مكعب يومي، هتكفي لزراعة حوالي 500,000 فدان، بالإضافة للأراضي اللي هتعمل فيها مناطق تنمية في رفح والشيخ زويد والعريش، ويمكن استكمال أكثر من 700,000 فدان بإذن الله. بإذن الله، يعني إحنا في نهاية 23 تبقى الأراضي بتاعتنا دي جاهزة كتربة وجاهزة كمية. هي في شغل ليها سنة أو أكثر من سنة بالنسبة لتحليل التربة في مناطق جنوب الشوحط وشرق البحيرات ومنطقة جنوب القنطرة شرق، دي مساحات مية هتبقى مية منقولة من محطة المعالجة والمخلوطة بمياه النيل. عظيم. ليها دراسة وشغالين فيها دلوقتي مع وزارة الري. لمد الشبكات وطبعا الهيئة الهندسية. المناطق اللي في رفح بعد عودة الأهالي دي بيتم عمل تجمعات تنموية في المنطقة دي، في منطقة رفح والشيخ زويل حاليا. طيب ده كلام محترم جدا، هل بالفعل بدأت الدراسات على نوعيات الزراعات اللي هتتم في الستمائة ألف فدان دول؟ الزراعات تعاملت مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء تحت إشراف وزارة الزراعة، بالإضافة لبعض الجامعات المصرية اللي شاركت، جامعة القاهرة وجامعة قناة السويس، تأتي الدراسة منها واتعملت خطط لتحليل التربه لاجمالي المساحه. استبعدت الدراسات الكثبان الرمليه والاراضي اللي هي صعبه الاصلاح، هتبقى مرحله ثانيه، لكن المواسير دلوقتي شغاله بعد تحديد المساحات اللي هيتم زراعتها. وكانت في زياره الاسبوع الماضي من اعلى الجهات لمنطقه بير العبد ومرور على ترعه السلام، في وجود سياده محافظ شمال سيناء والجهاز الوطني والهيئه الهندسيه والهيئه العامه لشراء التعبير والتنميه الزراعيه ووزاره الري، كان في مرور على المناطق دي كلها ل يعني بدايه التنميه زي ما بنقول. طبعا احنا شايفين النهارده متابعين الاحداث اللي بتتم، وان شاء الله تبقى في انطلاقه للبدايه لتنميه سيناء تنمية حقيقية بعد طبعا وجود الأنفاق والكباري والمعديات اللي اتعملت. فدي يعني بصراحة يبقى إنجاز رائع في الفترة القادمة بإذن الله، ترجع سيناء زي ما كانت وأفضل بكتير، هتبقى أحسن بكتير بإذن الله. أشكرك جدا يا باشمهندس عاطف، كل الشكر ليك. المهندس عاطف عبيد مطر وكيل مديرية الزراعة بشمال سيناء. طيب النهاردة برضو وخلال وقائع هذا اليوم الرائع الجميل والمهم والمميز، فخامة الرئيس كرم عدد من أهالينا
المتميزين من أبناء سيناء واللي عملوا بمنتهى التفاني وبكل جهد وبكل إخلاص وبكل وطنية وبالرغم من كل أشكال الصعاب. من بينهم السيدة إسراء أمين حمدي. السيدة إسراء بتعمل في مكتب خدمة المواطنين في مستشفى العريش العام، وتعرضت لحادث تفجير عبوة نصف. هل ده وقفها؟ لا، واستكملت شغلها. تصاب بعد كده بعدة سنوات بطلق ناري في درعها من العناصر الإرهابية الحقيرة وقت ما كانت سيدة إسراء بتشتغل في تسهيل إجراءات المواطنين. خلونا بعد إذن حضراتكم نشوف تكريم فخامة الرئيس للسيدة إسراء حمدي ونرجع نكمل الكلام. السيدة إسراء أمين حمدي تعمل بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام. تعرضت السيدة إسراء لحادث تفجير عبوة ناسفة واستكملت عملها لتصاب بعدها مرة أخرى بعدة سنوات بطلق ناري في ذراعها من العناصر الإرهابية أثناء عملها في تسهيل إجراءات المواطنين، ولم يمنعها ذلك من مواصلة عملها إلى اليوم. طيب إحنا معانا الأستاذة إسراء أمين حمدي على التليفون. أهلا بك يا أستاذة إسراء. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا مبروك على التكريم. الله يبارك فيك. ثانيا أنا عايزك تحكي لي الحكاية من أولها بعد إذنك. أنا من 9 سنوات كنت في مزرعتي قرية العواتات، تبع قرية الخروبة. كان وقتها في حادث تفجير كمين العبيدات، ووقتها تعرضت أنا ووالدتي في إصابات، وبعدها اتفرجت العملية الشاملة 2018. وقتها أصابت بطلق ناري في الذراع الأيمن، ووقتها أمي برضو اتصابت معايا في نفس الحادث شظايا متفرقة بالرأس. ووقتها 2018 التحقت بمستشفى عريش العام لخدمة المواطنين وبالذات أسر الشهداء والمصابين، يعني أنا حبيت إن أنا أساعدهم وأقف معاهم. يعني الحادث بتاعي علمني يعني ان انا لازم اقف معاهم واساعدهم واتعلم من اللي انا حصل لي، ان انا ازاي اقف مع الاسر دي واساعدها كده. طيب يمكن في ناس في ظروف اخرى تقول لو تعرضوا لنفس اللي تعرضتي ليه وسيادتك اتعرضتي مرتين يقول لك لا انا اسيب سينا واخد بعضي وانزل على اي مدينه بعيده عن سيناء تبقى امنه عليا انا وامي، لانه يا روح ما بعدك روح. ما عملتيش كده ليه؟ ما عملتش لان احنا اهل سيناء عندنا تمسك بالوطن، تمسك بالارض. الله. احنا مالناش غير سيناء، ما نعرفش حاجه بره. يعني ممكن انا اقول لحضرتك انا ما اعرفش حاجه في القاهره، جديدة إن إحنا عرفنا حاجات في إسماعيلية، لكن أنا بنت سينا عايشة في سينا طول عمري. عندي ناس من أهلي استشهدت، صحابي، ناس قرايبي، ناس جيراني. فإحنا بالنسبة لنا اللي بيقع أو بيستشهد بنقول إحنا هنكمل بعدك، إحنا هنقف مع الوطن، إحنا كلنا يعني على قلب واحد. أهم حاجة عندنا إن إزاي إحنا نعدي المرحلة دي، مش مهم مين راح مننا أو مين وقع مننا. النهاردة والرئيس مش بس بيكرمك، النهاردة والرئيس بيتكلم عن سينا بالكامل وعلى التضحيات اللي قدمها أهالينا في سينا وعلى دورهم العظيم اللي لعبوه علشان تخليص سينا من هذا الإرهاب، وصولا الى انه احنا بنشتغل على مشروع عملاق، واحد من اهم المشروعات اللي بتقوم بيها مصر في تاريخها. تقدري تقولي ايه يا اسراء؟ او لو عندك شيء ما عايزه تقوليه. اكيد طبعا الوضع عندنا اختلف تماما، دلوقتي في امن وامان، دلوقتي بنمشي في الشارع ما فيش اي خوف، ما فيش عمليات ارهابيه، ما فيش طلق طائش، الموضوع عندنا مستقر تماما، في تنميه،
في التعليم والصحة، ودلوقتي موجود عندنا يعني ميناء البحري دلوقتي يعني مشروع عملاق جدا. عندنا دلوقتي العريش دلوقتي متغيرة تماما عن زمان، المدينة نفسها، المشاريع اللي بتتفتح، الحاجات اللي بتحصل، الكلام ده كله بالنسبة ده احنا كنا بنتمناه من سنين ان احنا نشوف المدينة كده. يا ما نفسي اجي لكم العريش، انا جيت النهارده زمان يعني. كلمة فخامة الرئيس علينا ومشروع تنمية سينا، وان هو شايفنا بقلبه وبيسعى ان هو المدينة دي تبقى حاجة تانية زي كل المحافظات، ومحدش يبقى احسن مننا، لان احنا كلنا مصريين، مفيش حاجة اسمها ابن سينا وابن الوادي، لا كلنا مصريين، كلنا نحمل نفس الجنسية، فكلنا نقف مع بعض عشان خاطر مصر الوطن. ده سينا دي هتبقى جوهرة التاج، بكرة نشوف. أنا عايز أشكرك جدا على كلامك ده، وأشكرك جدا على حسك الوطني اللي أنا أشوفه حقيقي طبيعي على واحدة من بنات سينا، وده المتوقع وده المعروف وده اللي بنتمناه دايما. أشكرك جدا أستاذة إسراء أمين حمدي، هذه البطلة الرائعة. زي ما حكت قالت، احنا السيناويات ما بنسيبش أرضنا خالص، احنا ولاد سينا ما بنسيبش أرضنا، وبنكمل وما بنديش ظهرنا لسينا، ومكملين وقاعدين، والحمد لله وصلنا إلى أنه دلوقتي المسألة بقت في منتهى الأمان. طيب خلوني أخد معانا على التليفون أيضا المهندس حمدان القصلي، مدير إحدى الشركات العاملة في سينا، واللي استعرض أمام فخامة الرئيس جهود الشركة بتاعتهم في تنمية سينا وبالتعاون مع الدولة. أهلا 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 بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم، الله يخليك. إزاي الصحة؟ كلهم إن شاء الله، الله يكرمك. إيه الأحوال؟ كله تمام؟ والله زي الفل الحمد لله. والله طمنا على سينا. سينا طالما الرئيس والله العظيم مهتم بسينا من بدري، مش من دلوقتي، من 2014 كل ما يقابلنا في مشروع يسألنا سينا عايزة إيه؟ محتاجة إيه؟ نعمل لها إيه؟ في ظل واحنا بنحارب كان بينمي وبيوصي ويقول لهم مواطنين سينا شرفاء، وخدوا بالكم مش هم اللي بيعملوا كده، فعلا هو وكان بيحذرهم. ولذلك خد فتره ارهاب بسبب انه كان بيقول ان فيها مواطنين شرفاء، فكانش بيتاخد عطش وباطل. فعلا الارهاب احنا لاحظنا حاجه كويسه، انه فعلا ما فيش مظلومين، راحوا في الرجلين، ودي اهم حاجه كانت، وده اللي تعب الناس وخلى الواحد ياخد وقت فعلا. بس الحمد لله تمام كده، والوضع الامني رجع لطبيعته. باشمهندس حمدان، انت شغال في سيناء بقالك كتير، يعني في حفر قناه السويس وفي الانفاق وفي التنميه وفي الطرق وفي الكباري، ما جاش في مره كده يقولوا ايه، يعني اعذرني على استخدام المصطلح، دماغك كده لعبت وقلت ما فيش داعي، الدنيا شكلها خطر، اما اخد بعضي واعتذر واخد المعدات ونروح نشتغل في حته امن؟ بالعكس، ده اللي حصل تحدي التحدي، احنا تحدينا التحدي، لان فعلا احنا من كتر ما اشتغلنا مع الناس دي خلال الهندسيه، احنا بقى عند النظام زي العسكري كده في 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 في, في العند والتحدي والاصرار، وحسينا ان ممكن اروح الجنه، انا لو استشهدت بالشغل ده اروح الجنه، طب ما ده المبتغى. ربنا يكتب لنا جميعا الجنه يعني من غير معاناه. طيب يجي سؤالي برضو، حجم اعمالكم في سينا كانت قد ايه؟ بص بصراحه هو كان كبير قوي، ما شاء الله. احنا مجموعه بس حلو. كنا محطوطين اثنين فما رضيتش اضم المجموعه، كنا فاصلينها، لكن بصراحه احنا اشتغلنا شغل كتير، ما شاء واحنا الله. بنشكر الدوله اللي عملت. بس اقول لك على حاجه، سينا كبيره، سينا كبيره طبعا، ايا كان تنميه فيها مش هيبان الا بالضخامه والوضع اللي ناوي يتعمل الجديد. لازم ده. احجام ضخمه، مشاريع عملاقه، لازم احجام ضخمه في التنميه لانها كبيره، كبيره قوي سينا. والرئيس نوه الكلام ده، قال لك يعني اللي هننميه قد المساحه اللي ساكنين فيها المصريين كلهم، تسكنها 7% من مصر. هو سينا قد المساحه دي كلها عشان يعمل تنميه، عايزه تنميه ضخمه. لكن انا 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 من رايي ان احنا نشتغل في الزراعه اكثر حاجه في سينا. طيب خير وبركه، الزراعه شيء جميل، بتختار وفيها خير، وهي يعني سينا كل الناس قالت الكلمه دي اللي انا هقولها، انه المكان الوحيد على الكره الارضيه اللي ربنا تجلى فيه. سبحان الله العظيم، ودي حقيقة، في بركة ده واقع يعني، يكرمنا فيها بحاجة مش موجودة في أي حتة، ده واقع يعني. طيب مش هنتكلم كتير في الفلوس، اللهم لا حسد، احنا هنتكلم على المجموعة عندكو شغلت كام ايد، فتحت كام فرصة عمل؟
صدقني كتير قوي، لان احنا اشتغلنا مشاريع كتير قوي. العماله المباشره والغير مباشره رقم كبير، رقم كبير يعني ما حدش هيصدقه الحجم المشاريع، لان انا من ابن سينا ومشغليني معاهم في المشاريع القوميه. يعني انا اقول مثلا اكيد جايب معايا ناس سنويه تشتغل في المشاريع طبعا القوميه كلها، ده غير اللي هم شغالين في سينا كمان. يعني مثلا عندكم 5000 مباشر وغير مباشر لو سينا طبعا اعداد كبيره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 4-5000 ده حلو قوي على شركه. لا لا ده في سينا بس، من اهل سينا ده سينا، ده في شغل سينا مشروعات سينا بس. ما شاء الله. لكن بره الموضوع اكبر كمان، وعندنا عماله مباشره غير مباشره وثابته ومتغيره. طب اذا احنا بنية تحتيه وطرق وكده، اذا 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 الجيش او الهيئه الهندسيه اقول لك تعالى تاني يا باشمهندس حمدان عايزين نكمل شغل، تقول اه ولا خلاص انا بقى كده تعبت؟ لا وقلت لهم بنص التكلفه بنص الثمن. الله يعني اكبر. مش عايز بكسب يعني، يعني مش عايز بكسب يعني بالتكلفه. هقول لك ليه، هقول لك ليه الناس كلها هتفكرني ان انا منافق. لا لا العفو 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 العفو، بقول كلام. يقول لك صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده انا دي سينا ارضي، انا مثلا اتولدت انا هناك او انا من هناك. انا من هنا ضابط الجيش وضابط الشرطه بيروح يضحي بروحه هناك، انا ما ضحيش بشويه فلوس عشان بلدي؟ الروح اغلى من الفلوس بالظبط ولا لا؟ اي نعم، هو جزاته الجنه وانا برضه ثوابي يبقى الجنه، لان انا هفتح مجالات شغل للناس بعون الله. طبعا انا مش مهم اخسر فلوس، لكن في ناس خسرت ارواح عشان تطهر البلد دي والارض دي. لا ونكسب ما يجراش حاجه، شرف لي اشتغل بدون مكسب نهائي، بدون مكسب نهائي، اشتغل لغايه ما تعمر سيده كلها باذن الله باذن الله. بإذن طيب الله. بما انه المهندس حمدان رجل سيناوي وفي نفس الوقت بيشتغل في سينا وبيشتغل على بناء سينا زيه زي ناس كتير، تمام، عمر ده حصل في سينا قبل كده او هذا التوجه وبهذا الحجم وبهذا الاصرار؟ وقول لي بمنتهى الصراحة والوضوح، لو أنا غلطان قول لي. اسأل تاني السؤال. تاني أسأل السؤال. مهندس حمدان، عمرك شفت هذا التوجه وبهذا الحجم وبهذا الإصرار في سينا؟ لا، أنا شايف الحلم قرب يتحقق. إيه الحلم؟ أنا أقول لك يتحقق لما ننفذ، لكن مجرد إن احنا رحنا واللي متعودينه من الريس والهيئة الهندسية وضخامة أعمالها، فعلا الهيئه الهندسيه دي كيان حي، كيان حي مدينا امل، ان راحت حطت مكانها في رجليها في مكان الموضوع انتهى. فطالما الرئيس اهتم بالموضوع يبقى انا كده عندي ثقه، عندي ثقه في الاثنين، في الرئيس والهيئه الهندسيه، انا كده اطمنت ان الحلم هيتحقق. حلمك ايه لسينا يا باشمهندس؟ حلم انها تخضر وتزرع وكنا زي ما كانت زمان، كان في الموسم الحصاد شهر 4 كان العربيات اللي تنقل المنتجات بتاعه سينا كانت اولها في سوق العبور واخرها في رفح. الله اكبر. على مدار شهرين كاملين 4 و5، وحلمي يبقى سوق العبور وسوق اكتوبر ومصر كلها من سينا ان شاء الله، والعالم كمان بالمينا الجديده اللي بتتعمل. الرئيس قال انه في مشروع ضخم لانه يبقى عندنا تقريبا من 600 ل 700 الف فدان جاهزين للزراعه ان شاء الله بنهايه 23، تخش فيها بقلب جامد؟ ده حلم ان يقولوا لي سنه وخلص عشان نروح نخلص في دينا. يلا بينا باذن الله باذن الله. حلم حلم ده انا جاهز، وعلى فكره والله انا عامل استصراف للمعدات بتاعتي زي المعدات بتاعتهم باذن الله. كل الخير وكل البركة وكل الرزق على أيدين الكل. أشكرك جدا 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 يا باشمهندس، شكرا ليك وشرفتني. كل الشكر المهندس حمدان القصلي مدير إحدى شركات اللي اشتغلت في سينا، وزي ما كنت بتكلم مع المهندس حمدان شغال بالمجموعة بتاعته هو وشركائه في سينا من وإحنا لسه بنحفر قناة السويس الجديدة والأنفاق وهلم جرة، وزي ما بيقول عايزين نشتغل في الزراعة، أنا عايز أصلا أشتغل في الزراعة. الكل شايف سينا وعارف حجم الفرصة اللي موجودة، والكل عاوز يجري على هناك. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اللي فات ده كوم واللي جايكم تاني، اوعى تفتكروا
ان احنا بعد التضحية اللي قدموها اهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام. لا، احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل. الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس، الحرب بتاعت الارهاب خلصت. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء. نقدر نقول النهاردة إن هيبقى فيه كمية أراضي نقدر إنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله. أنا بكلم هنا على سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكون كل حاجه بخير عليكم كده. قولوا امين. الازمه الاقتصاديه دي عمليا بدات من امتى؟ بدات من 24 فبراير سنه 2022 لما بدات الحرب ما بين روسيا واوكرانيا في اوروبا، صح؟ طيب ايه علاقه ده؟ واحده واحده عليا كده، ايه علاقه 24 فبراير 2022 بحاجتين رئيسيتين؟ واحد، مشروع قومي عملاق للصوامع، أي تخزين الحبوب بأحدث الطرق اللي معمول بها في العالم. طيب وإيه كل ده من قبل الأزمة بكتير، وإيه علاقة ده بمشروع قومي لزيادة الرقعة الزراعية المصرية بشكل عام وبزيادة الرقعة المزروعة قمح بشكل خاص، وده برضو من قبل الحرب في روسيا وأوكرانيا، ما بين روسيا وأوكرانيا، ومن قبل الكورونا؟ هو مثلا مصر كان عندها البلورة السحرية فشافت ان في كورونا؟ أظن العالم كله اتفاجئ، صح؟ طب هو مصر كان عندها بلورة سحرية فشافت ان في حرب؟ اظن العالم برضو كله اتفاجئ، صح؟ طيب ومصر اشتغلت على المشروعين القوميين دول تقريبا قبل الكورونا بحوالي 4 سنين، اظن 18 او 17 حاجة زي كده. فيبقى السؤال ليه مصر قالت أنا عايز أوسع الرقعة الزراعية بتاعتي؟ ليه مصر قالت أنا عايز أزود من إنتاج القمح؟ ليه مصر قالت أنا عايز أعمل مشروع عملاق الصوامع؟ بمنتهى البساطة لأنه مصر عايزة قدر الإمكان تعمل أمن غذائي حقيقي لمواطنيها. وفي قول آخر أنه أو في قول آخر أنه يا سلام لو قدرت أن أنا أوصل للاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وبالتالي إذا حصل أي شكل من أشكال الأزمات أبقى أنا دايما مستعد بنتج وعندي قدرة واسعة على التخزين. من ناحية تانية أنا عايز أقلل حجم المنصرف من العملات الصعبة بتاعتي. طب عملنا إيه أصلا؟ أو عملنا إزاي؟ أو إيه المستهدف؟ خلونا هنا نستقبل على التليفون دكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي الصحه؟ حياتي بيوسف بيه الساده المشاهدين. اهلا، حياتنا ليك يا دكتور، منورنا ومشرفنا. انا عايزين نفهم يا فندم احنا بنعمل ايه فيما يتعلق بزراعه القمح تحديدا في مصر. بدايه تحيي حضرتك وتحيي حضرتك الساده المشاهدين. الله يخليك يا فندم. ملف الامن الغذائي يا فندم بيجي اهتمام للساده الخفيه في عالم يعني المفروض في خمسة فقير دول اهتمام غير عادي بالتفاصيل الصناعيه وعلى طول طمع الامن. على الرغم من التحديات الموجوده الفتره اللي فاتت من جائحه كورونا وتغيرات مناخيه واخيرا الحرب الروسيه الاوكرانيه
واللي اثبت ظلالها على جميع قيادات العالم، فما كان مننا احنا انها لابد يكون في اهتمام بالمحصله الفرديه وعلى رسوم طبعا عظيم. القمح طبعا كان السنه اللي فاتت كان حوالي تقريبا مساحه القمح المزرعه كانت تقريبا من 3,650,000 فدان. 3,650,000 فدان. ماشي. بمقارنه بالسنه اللي قبلها في زياده سنه قبلها 3.4 بزياده 250,000 فدان. التوجه السنه دي التارجت بتاعنا ما يقوم حوالي في زراعه حوالي 4 مليون فدان. التارجت بتاعنا السنه دي في الموسم الشتوي 23 هيخش في حوالي تقريبا ما يقوم حوالي 4 مليون فدان. ده يجيب لنا تقريبا متوسط انتاجيه 3 طن فدان، يعني بتحط حوالي 12 مليون طن. يعني دخلنا في حاجز، وصلنا حاجز 50، دخلنا في الحاجز 55% من احتياجاتنا. وده الهدف الاساسي في الاستراتيجيه بتاعتنا من 2025 2030. اوصل التارجت بتاعي في التنميه المستدامه الزراعيه 2025 ان اوصل في التارجت بتاعي ان اتصدر 50-60% من احتياجاتي. 2030 اوصل ما يقرب من 65-70% من احتياجاتي. ده هيتم ازاي يا فندم؟ ده بيتم على مركز المحور التنميه. معايا يا باشا كبير؟ معاك يا فندم بسمع. المحور التنميه الاولاني طبعا احنا كنا بنتكلم، كنت سامع سعادتك كتير بتتكلم بالنسبه للمشاريع القوميه الكبيره، ودي طبعا بتتكلم من خلال فخامه الرئيس بيقول اهتمام بيها ان احنا نعمل توسعات والمحور التنميه الافقي ان انا ازود مساحات جديده. ال 240,000 اللي زادوا من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، واللي السنه دي هيزود حوالي 150,000 فدان بمقارنه بالسنه اللي قبلها، كل دي مشاريع او مساحات بتضاف من خلال المشاريع القوميه الكبيره اللي موجوده في الوادي الجديد، موجوده في توشكا، موجوده في شارع عوينات، موجوده في شمال وسط سيناء زي ما سعادتك تكرمت من شويه، موجوده طبعا في المشروع الكبير الضخم في مشروع مستقبل مصر بطريق ضبع. كل دي مساحات بتضاف من خلال المشاريع القوميه عشان نقدر نوصل للهدف والتارجت بتاعنا في تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري. ده المحور التنميه وان كان بيكلف بميزانية الدولة بيبقى عائق أو بيتهزلفها بإجهاد كبير جدا في الماديات بتاعتها عشان نقدر نستصلح أراضي ونضيف من خلال المشاريع القومية الكبيرة مساحات عشان نقدر ندبر احتياجاتنا بقدر الإمكان من المحصول الصجي. على الجانب الآخر في محور لا يقل أهمية عنه ولا تعظيم الإنتاجية. تعظيم الإنتاجية في واحد المساحة في داخل الوادي وخارجه. دي بيتم من خلال ان انا بتم من خلال معهد المحصول العقلية مركز بحوث زراعيه تبع المركز تبع وزاره الزراعه ان انا اكون اوريدي مجهز باستنبار اصناف تزود في جميع انحاء مصر وتتعرض على الرغم من تعرض لظروف البيئه القاسيه زي مثلا درجه حراره 40 في توشكا الا انها بتادي اداء كويس جدا ومحصول عالي. بتادي اداء كويس في اراضي متاثره الى حد ما بالملوحه، ممكن متاثره الى حد ما بنقص ميه، بتزود في ظل انظمه الري الحديث. كل دي اللي هي تحل مشكله الايه؟ تعظيم الانتاجيه. كل ده اكون جاهز باستنباط مجموعه من استنباط الاصناف اللي تقدر تضاهي الظروف المناخيه، وعلى الرغم من ذلك انها بتديني من محصول عالي. ده مهمه معهد المحصول الخطلي. عظيم، ده كلام محترم جدا. في حاجه ثانيه جميله كمان بنعملها بقالنا فتره، كان برضه معالي الوزير كان وجهنا بالحمله القوميه اللي هو محصول القمح ان انا اقدر ازاي اوسع او اعظم انتاجيه من خلال برضه ان انا اضاعف عدد التطوير والتجمعات الارشاديه اللي بيتم فيها الحقول الارشاديه والتجمعات الارشاديه. كانت السنه اللي فاتت 3500 حقل وتجمعات ارشاديه، معالي الوزير وجه ان احنا نضاعف المساحات او نضاعف التجمعات القطور الارشاديه عشان توصل ل 7000 حقل وتجمعات ارشاديه موجودين في جميع قرى مصر ابن وبحر مصر. الهدف منها ايه يا فندم؟ ان انا امارس فيها الممارسات الزراعيه واعرف استاذ اخواننا المزارعين بالاصناف الجديده وازاي يتعاملوا بالتوصيات الفنيه ممارسات زراعيه بدايه من اختيار الارض المناسبه الطرف المناسب في ميعاد مناسب فتبع سياسه تنظيميه مرورا بجميع مراحل النمو النبات حتى الحصاد. انا بقوم بتواجد في مدارس عقليه موجود معاها بالادوات عقليه ارشاديه عشان اودي اخواننا المزارعين ازاي يتعاملوا مع الاصناف الجديده والتوصيات الفنيه المثاليه، وده الحمد لله متوفره في جميع قرى مصر من خلال الحمله القوميه اللي بتكون موجوده بساده باحثين في مختلف المعاهد المعنيه عشان نصدق المعلومه ونوصل المعلومه لاخواننا المزارعين. طيب ده كلام حلو جدا. ده بنتكلم في محور التنميه افقي ومحور التنميه رأسي. في محور التنميه الاخر برضه اللي هو تقليل الفقر. تقليل الفقر ازاي اللي حضرتك كنت سامع سعادتك وانت بتتكلم فيه اللي هي الساعه التخزينيه. ايوه. الساعه التخزينيه لحد وقت قريب كانت 1.5 مليون تم. النهارده عندي ساعه تخزينيه ولا يقل عن من 5-6 مليون طن. وده ما كانش موجود قبل كده. اه.
وده اللي نفعنا اكتر لما حضرتك اتخرجت بتتكلم من شويه اتكلمت الحرب الروسيه الاوطانيه. الحمد لله يمكن عندنا محصول استراتيجي، المخزون الاستراتيجي كان فينا 6 شهور قبل بعد ما حصلت الحرب، والحمد لله ما تاثرناش باي مشكله، وده ما كانش موجود قبل كده. الحمد لله يمكن في خلال الفتره اللي فاتت دي الحمد لله يمكن عاملين في الاستراتيجيه بتاعتنا، والحمد لله محققين فيها التارجت على المحصول الروسيه زي القمح زي الذره زي الفول الصويا ده عوادي ام بدار الشمس. الحمد لله شغالين في جميع المحاصيل ومحققين فيها التارجت ان شاء الله الفتره الجايه. طيب محاصيل الجديده يا فندم. اي اتفضل يا فندم. لا انا لا اكمل كلامك يا فندم وانا هسال في الاخر. اتفضل يا فندم. لا يا فندم اتفضل. انا كنت هسال انه دكتور رضا كرجل عالم في هذه الامور وفي نفس الوقت كرجل مسؤول عن هذه الحمله القوميه للقمح، قلت لي تاريخ، قلت لي مستهدف باذن الله 2030 نكون غطينا 70% من حجم الاحتياج المحلي، صح كده؟ تمام. ودي شهاده علميه، فيجي السؤال احنا ماشيين في هذا المسار بثبات يا دكتور؟ تمام الحمد لله. بص يا فندم لما نيجي نتكلم بحلمه بسيطه كده، احنا بقالنا كتير سنين كتير بنعمل سياسات لكن للاسف بنعملها على الورق ما بتطبقش على الواقع، لكن احنا بقالنا 5 سنين الحمد لله كل واحد بيمارس مسؤولياته في ان هو في كل واحد بيكون مسؤول في جزئيه من الاستراتيجيه الموجوده 2025-2030 وبيتم المحاسبه ازاي اتحققت في ايه وما حققتش ايه واللي ما اتحققش ما اتحققش ليه. طبعا. فالحمد لله يمكن انا بكلم حضرتك يمكن لحد وقت قريب احنا اول مره في تاريخ مصر نكسر حاجز ال 2.5 ده 8 مليون فدان. احنا بنتكلم السنه فاتت كانت 350,000 فدان، السنه دي داخلين في تارجت 4 مليون فدان، وده اول مره يحصل في انجاز تاريخ ما حصلش في تاريخ مصر احنا نوصل نزرع بتاع دي. اللهم زيد. على الرغم احنا بنزرع. اللهم بارك. اللهم زيد. اللهم بارك. بنتكلم في 12 مليون طن. ان شاء الله. 12 مليون طن، احتياجاتنا الوطنيه ما يقوم من 18 ل 20 مليون طن. لما تيجي نتكلم في حاجز 55 وان شاء الله في خلال سنه ولا اثنين نوصل 2%، ده انجاز ما حصلش في تاريخ مصر على الرغم من تعداد السكان اللي بيتضاعف بشكل غير طبيعي. بيتزايد طبعا طبعا. طبعا. تقريبا هل كان بيتم قبل كده زيادات المساحات في المشاريع الحكوميه؟ كان بيتم زيادات مساحات مزارعه جديده تضاف يعني المساحه المزارعه عندك في كل ثلاثه مع الزياده السكانيه؟ ما كانش بيحصل الكلام. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية، ده تخصص الدكتور، ورئيس الحملة القومية للقمح. ممكن تقولوا لي لما يبقى في رئيس بيشتغل بالطريقة دي، رئيس جمهورية بيشتغل بالطريقة دي ويحمل هذا الحلم ويحاول أن يبذل كل جهد ممكن وأحيانا حتى ما كان يبدو غير ممكن يحوله إلى واقع، يبقى إيه غير اللي قلت لكم من شوية؟ هو فعلا أهم وأعظم من حكم هذه البلاد في 200 سنة. خلوني هروح لفاصل، وبعد الفاصل عاوز نرجع نتكلم شوية على تنمية سيناء، الحلم اللي كان معلق وأصبح حقيقة. ضفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ومهم قوي إن احنا نبص على المنظور السياسي لما يحدث في سيناء. استنونا لو سمحتوا. أرجو تنتبهوا للناس بتوعكم وأمنهم وسلامتهم، الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة، وأبدا أبدا لا تغمض عين، لا تغمض عين ولا جفن. اوعوا تطمنوا وتقولوا لا مفيش اطمئنان أبدا، غير ان احنا دايما عينينا منتبهين لكل حاجة، ومعانا أبناء سيناء أهلنا ينتبهوا معانا، ما تسكتوش على حد. لما ما قدرناش نعمل قبل كده في 2006 و7 و8 و9 و10 اتعمل، لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ايه. ما تسكتش. والنهارده انك تتعاون في انك انت تقول خلي بالكم ابننا ده متلخبط، احنا مش هنضيعه، لا بالعكس هنحاول نشوف حل معاه ونعالجه نفهمه كده، لكن ما نسكتش ابدا على حاجه زي كده، لان زي ما انتم شفتوا كده
احنا قعدنا 10 سنين يعني مش عايزين ننسى، مش عايزين ننسى الايام المؤلمه اللي كانت بتمر علينا. انا عموما ببقى شخص مبسوط جدا لما بشوف الناس اللي بحبها واصحابي يعني، وببقى مبسوط اكتر لما استضيف كاتب مهم، صحفي مهم، ومحلل سياسي عارف هو بيقول ايه وبيكتب ايه، زي ضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. منورنا استاذ يوسف، اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب انا هبدا بانه انا قلت في المقدمه قبل ما ندخل الفقره على طول، ويمكن حتى قبل ما كنا ناخد الفاصل، قلت ما يحدث في سيناء انا اظنه لازم نتناوله بزاويتين. في زاويه هي التنميه والعمران وسيناء، وزاويه اخرى هي ظلال السياسه. صح ولا انا غلطان؟ لا صح. طيب اللي بيجرى في سيناء بشكل عام، سواء إذا كان بداية من الحرب على الإرهاب، مرورا بكل ما شاهدناه وصادفناه وتألمنا منه وما قدمناه من تضحيات عموما كوطن، ذهابا إلى القضاء على الإرهاب في سيناء، وصولا إلى مشروع قومي ضخم عملاق في سيناء، ظله السياسي إيه؟ ظله السياسي فلسفة الحكم الخاصة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستراتيجية اللي هو حاططها، اللي بتتضمن مجموعة من الأهداف القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيقها في إطار تحقيق تنمية البشر. البشر هم الكور يعني الفترة الرئاسة الثانية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والاستراتيجية دي قامت على إنك أنت عندك تحديين رئيسيين. التحديين الرئيسيين اللي كانوا قدام الدولة المصرية على طول بعد 2013 انك دوله بلا مؤسسات. يعني احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع الهواء ان احنا انت كنت دوله في ولا حاجه، مفيش حاجه، ما عندكش دوله، ما عندكش مقاومات دوله. ودي كانت فرصه لكل اللي كان عايز يلعب في دماغ الشباب، في دماغ الناس، ان هو يقدم اطروحات تتلاقى والمد الثوري اللي كان موجود في هذا التوقيت، والسيوله الفكريه اللي كانت موجوده في هذا التوقيت. ده نتج عنه فراغ في مؤسسات الدولة، واستباحة مؤسسات الدولة، وتفكيك مؤسسات الدولة. مؤسسات انت كانش عندك برلمان، ما عندكش دستور، ما عندكش شرطة، ما عندكش مؤسسات كتير اللي هي المفروض ان هي الادوات الحاملة للدولة المصرية. فانت كان الهم الرئيس عند فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما تولى الحكم انك انت ازاي تستعيد مؤسسات الدولة في المقام الاول، وده يمكن تحقق سريعا بعد تولي رئاسة الجمهورية في 2014، ان انت بقى عندك دولة بمؤسسات بتشتغل على الارض. ابتديت ترجع مؤسساتك الامنية، جناح الامن الداخلي، الشرطة المدنية ابتدت تشتغل مع الجيش المصري على الارض بالتعاون. خلينا فاكرين المرحلة دي عشان المصريين يبقوا فاكرين ايه اللي حصل فينا بالظبط، ده تاريخ مهم لازم نبقى فاكرين. وفي نفس الوقت انت ابتديت ترجع البرلمان، ابتديت تستعيد فعالية المجتمع المدني بتاعك، ابتديت تستنفر الطاقات بتاعته، ابتديت تحط الجميع أمام مسؤولياتهم. وكان الأهم في الحقيقة في التوقيت ده برضه عشان المصريين يبقوا فاكرين، العقد الاجتماعي اللي تأسس بينهم وبين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية. أي نظام حكم بيجي في العالم بيبقى فيه عقد اجتماعي بين الحاكم وبين المحكومين. العقد الاجتماعي اللي كان بين الشعب المصري وبين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقوم على أمرين: الأمل والعمل. احنا نقوم الصبح، احنا عايزين نفتكر الاغنيه بتاعت الحمله في 2014، احنا نقوم الصبح بدري نحلم ونبتدي نشتغل، ونبتدي نشتغل في كل القطاعات وعلى كل الارض المصريه عشان نقدر نحقق حلم بكره. كان في حلم كبير عند فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عايز يحققه. كان قدامك تحديين كبار بعد الموضوع ده كله. التحدي الاول يتعلق بالارهاب، والتحدي الاخر يتعلق بالتنميه. الاولويه لمين فيهم؟ ده فرض على الدوله المصريه أولويات مختلفة، ولازم نبقى حاطين في اعتبارنا، ولازم نبقى حاطين في اعتبارنا بالظبط. وكويس جدا الإعلام المصري كان فين في هذه اللحظة، لأن ده حلقة الوصل اللي كانت تستطيع أن تصل ما بين الفكر السياسي للنظام المصري وما بين المواطن عشان المواطن يقدر يستوعب.
الحلقه دي كانت في هذا الوقت حتى هذه اللحظه مشوشه، لان انت ما كانش عندك هيئات اعلاميه ولا عندك اي ما ينظم الاعلام المصري، ولا حتى كان عندك القدر العالي من الوعي اللي بقى متوفر عند الاعلاميين المصريين والصحفيين المصريين بعد استعاده فعاليه هيئات الدوله الاعلاميه في 2017. هنا انت ابتديت تتحرك على مسارات مختلفه الحقيقه. انت عايز تقول للناس ايه اللي بيحصل، وانت عايز تقول للناس ايه التحديات والاولويات اللي كانت عند الدوله. النظام كان عنده الحقيقه حلول كتيره. الحل انك انت تجابه وتكافح التطرف والارهاب وتترك عمليه التنميه، وحل انك انت تترك الارهاب وتبدا في عمليه التنميه، او تسيب الاثنين وتسيب الناس عايشه زي ما كانت ومبسوطه وراضيه زي ما كانت في ظروف قبل كده، وتواجه الارهاب بالصوره النمطيه التقليديه، انك انت بتواجه الامن من خلال بتواجه الارهاب من خلال الامن فقط. الاله دي ما كانتش تنفع، ويمكن احنا عايشنا فتره من الفترات كنا بنقول علشان نقدر نواجه الارهاب لازم نواجه الفكر الاول، وعشان نشتغل على مواجهه تنظيمات ارهابيه لازم من البدايه نجتث الفكر المتطرف. ده كان مهم جدا يكون موجود، بس هل احنا لو كنا اشتغلنا على فكره التوعيه والتحصين الوعيوي لقطاع الشباب والمجتمع المصري ككل، كنا هنضمن ان قطاعات فيه او ما تتحولش من المتطرف اللي كانوا قادرين يوصلوا له بتنظيمات مختلفة؟ ويمكن هنا دور مهم جدا بتلعبه النهارده قناة الوثائقية في فتح ازاي تنظيمات كتير كانت بتشتغل على الارض في اطار شبابي، ولكن كانت هي مرفأ ل او تكئة ينتقل من خلالها الشباب الى هذه التنظيمات. لما بتيجي حضرتك تبص بقى للشكل ده كله، طب الدولة هتعمل ده وتسيب التنمية؟ هنا كانت الأولوية عند فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي فلسفة الحكم اللي قامت، ان احنا عشان نقدر نهزم الارهاب لازم نسرع بخطوات التنمية على مستوى الجمهورية ككل. ويمكن هنا كانت سينا باعتبارها هذا الجزء الغالي، هي مصر الأنبياء، هي اللي ضحى في سبيلها كل بيت مصري، لأن أتصور أن بيوت مصرية كتير من بيوت المصريين والجيران أكيد هيبقوا عايشين ده بالدم، ضحوا بإصابات عشان تستمر سينا مصرية. سينا جزء من هذا الوطن، وهي جزء من هذا الوطن كان معني باتجاه الدولة لتحقيق التنمية ومجابهة ومكافحة التطرف والإرهاب. الإشكالية كانت في سيناء أن سيناء كانت مشروع لتوطين التنظيمات الإرهابية في الفترة من 2012 ل 2013. ازداد هذا المشروع ضراوة بعد الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو 2013. وهنا ابتدت تتحول سيناء إلى عامل مقلق منظومة الأمن القومي المصري. منظومة الأمن القومي المصري في النهاية هدفها هو الفرد، يعني لازم نبقى متفهمين كويس جدا أن أي نوع من أنواع الكلام الكبير جدا عن الأمن القومي المصري لازم يوصل للمواطن ببساطة أن الأمن القومي المصري هدفه أنك أنت تعيش حياة هادئة أمينة مستقرة تتمتع فيها بكل حقوقك وواجباتك في ظل قدرة الدولة على استنفار كل الطاقات عشان تقدر تحقق لك أعلى معدلات التنمية اللي يخليك تعيش عيشة فيها قدر من الرفاهية. هل هم سابونا بقى نعمل ده؟ سيبك بقى من العمليات الإرهابية اللي تمت على الأرض، وسيبك من أن أبطالنا في القوات المسلحة المصرية وأبطالنا في الشرطة المدنية المصرية قدروا يواجهوا ده، هل هم سابونا نقدر نعمل ده ببساطة؟ لا، هم مستمرين لغاية النهاردة، ده حتى لغاية بعد النهاردة الصبح بعد إطلاق هذا المشروع الكبير اللي احنا شفنا الاصطفاف من خلاله، اصطفاف الشركات العاملة وأبنائنا في القوات المسلحة وهم يمدون أيديهم في أيدي شركائهم المدنيين من أجل الانطلاق لمرحلة جديدة في تعمير سيناء. هل هم سابونا أن احنا نكمل؟ ده فخامة الرئيس كان بيتكلم النهاردة الصبح على قناة السويس، وبعد انتهاء الاحتفالية مباشرة كان ترند رئيسي على تويتر يستهدف فخامة الرئيس وفكرة تاني بيع قناة السويس. يعني فخامته كان بينفي مباشرة على حديثه بمنتهى الوضوح ان الامر ده لا يمكن انه يحصل، وهم في نفس الوقت بيقلبوا الآية تاني، لان هو ده هدفهم، استمرار اختطاف الوعي واختطاف يعني العقل الجمعي للمصريين في اتجاه يحطم كل محاولات الدولة للسير بهدوء نحو التنمية المستدامة. هو بيتصور ان هو كل ما بيعمل لك نوع من القلق، هو ما قدرش يعمل القلق بالإرهاب، الدولة قدرت عبر قواتها المسلحة والشرطة المدنية ان هي تواجهه. هو بيحاول ويستمر في محاولات اختطاف الوعي ولا ييأس، محاولاته مستمرة عبر اكبر حملة ممنهجة بتشن على الوعي
المصري حتى هذه اللحظة. طب كتبت مقال بالفعل على فلسفة الجمهورية الجديدة في تنمية سيناء ووصفتها بأنها عبور تاني. هقول لحضرتك أنا يمكن كنت كاتب جزء منه قبل كده في افتتاحية مجلة الديمقراطية، ويمكن أنا قعدت النهاردة نشر أجزاء منه بالارتباط بما تفضل به دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي، وعبر عنه نصا أنه العبور الثاني. إحنا في عبور ثاني، إحنا من بعد 2013 الدولة المصرية تعبر عبورا جديدا نحو الجمهورية الجديدة، متسلحة في ذلك بالعلم بالعمل بتوفير فرص العمل للشباب بالاستثمار. النهاردة لحضرتك لو إحنا بنشاهد هذه الاحتفالية اللي كانت مقامة صباحا، لازم نبص ونقف قدام من تم تكريمهم، ويمكن حضرتك استضافت عدد كبير منهم في الفصل الأول، ولازم نبص قدام المساهمين المدنيين من أبناء سيناء المصريين اللي هم اشتركوا وتفاعلوا مع قواتهم المسلحة. ولازم نرجع وتقفوا يا مصريين وتبصوا على الشاشة بتاعت الشركات العاملة في هذا القطاع. ما هو مش ممكن أن قواتنا المسلحة هيبقى عندها 5 مليون ولا 6 مليون ولا 10 مليون عامل وموظف يقدروا يشتغلوا في هذه المشروعات ويقيموا هذه المشروعات. دول الشركاء المدنيين في الموضوع. دور القوات المسلحة، وده جوهر من جواهر المقال اللي أنا كنت بقوله، أن هذا العبور يتم من خلال برضو القوات المسلحة الشريفة المصرية. هذه القوات أخذت على عاتقها أن تنظم هذا التحول عبر مسؤولياتها عن سد فجوة العجز الاقتصادي، لأن هذه المشروعات في البداية كانت تحتاج إلى تمويل كبير جدا، التنظيم الجيد لجهود الشركات العاملة في هذا الإطار، العمل على مكافحة الترهل اللي كانت مصابة به بعض قطاعات الدولة خاصة في الصحة والتعليم، ويمكن احنا شايفين الاهتمام بهذا المكون النهاردة كان منعكس، هو بيحاول دايما يبعدك عن مساحة انك انت تتكلم في الحاجات دي، ياخدك بعيد عن انك تشوف الجامعات والمدارس والمعاهد اللي تم اعدادها، ياخدك بعيد عن انك تتكلم عن المستشفيات اللي تم افتتاحها وتجهيزاتها، ياخدك بعيد عن انك تشوف مستشفى شرم الشيخ وهي تتحول الى اول مستشفى خضراء صديقه للبيئه في جمهوريه مصر العربيه، وعايز يبعدك عن المساحات دي كلها ويفضل واخدك في مساحه اختطاف الوعي. القوات المسلحه المصريه الشريفه قدرت ان هي عبر اداره حكيمه ورشيده ان هي تمارس دورها في حمايه الدوله المصريه وحمايه الامن القومي المصري. القوات المسلحه ليس دورها فقط في اثناء الحروب، ولكن دورها ايضا ممتد اثناء السلام. والجيش المصري علشان نقدر نكون فاهمينه وفاهمين طبيعته وطبيعة عمله في الداخل المصري، يرتبط بالشعب المصري رباط بيجعل الآخر في حالة انزعاج دائم، هو مش قادر يعمل نوع الفصل، مش قادر، لأن هذا جيش من رحم الشعب وشعب أبنائه في القوات المسلحة وفي الشرطة المدنية، مش قادرين يلعبوا في المساحة دي. فكرة في دماغي مرتبطة بنفس ذات المصطلح كنت لسه هسألك، فكأنك قريت اللي في ذهني. لن أسأل سؤالا ساذجا اللي هو ولماذا ينزعج البعض من وجود علاقة ما بين الجيش وما بين المجتمع والجيش وما بين المؤسسات العاملة الاستثمارية الخاصة في سيناء أو في غيرها، لكن إلى أي مدى هو هذا الانزعاج؟ إلى أي مدى هؤلاء البعض يستشعرون خطورة من هذا الترابط؟ وهستأذن أروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل مع كاتبنا صحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. بعد إذنكم استنونا. اللي فات داكم واللي جايكم تاني، اوعى تفتكروا ان احنا بعد التضحية اللي قدموها أهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام، لا، احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل. الإرهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس، الحرب بتاعت الإرهاب خلصت. الحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء. نقدر نقول النهاردة أن هيبقى فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله. أنا بكلم هنا على سيناء.
لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة. طيب، كل الترحيب بضيفنا العزيز والرائع الأستاذ أحمد ناجي أمحى، كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. وكنت قبل الفاصل بسأل، مش هسأل ليه منزعجين، لكن مدى الانزعاج إيه؟ منزعجين جدا بالطبع، لأن هذه العلاقة هي اللي أفسدت كل المخطط اللي كان بيتم رسمه للإقليم، مش للدولة المصرية بس، للإقليم بالكامل. ومن ثم هذه الجهود الشعبية اللي احتضنتها القوات المسلحة المصرية وتبنت مطالب الشعب في بيان 3 يوليو اللي أنا بعتبره البيان التأسيسي للجمهورية الجديدة. البيان ده يعني خلص على كل المخطط اللي كان بيتم تخطيطه في الإقليم. هو بينزعج لأن هذا التلاحم بيمكن القوات المسلحة وبيمكن الشعب المصري من المضي قدما وبسرعة كبيرة جدا في معدلات التنمية. هو عايز يفسد هذه العلاقة بأي طريقة من الطرق. هو شايف أن استمرار هذه اللحمة على المدى البعيد يمثل خطرا على أي مشروع آخر يعني لعرقلة أو كعبلة الدولة المصرية في مخططاتها التنموية اللي جاية. هو فاهم كويس قوي أن العمود الحامل لكل مؤسسات الدولة التانية، العمود اللي بترتكز عليه كل مؤسسات الدولة التانية، هي القوات المسلحة المصرية وهي الجيش المصري. وبالتالي هو من همه جدا أنه يستهدف هذه القوات بأكبر كم ممكن من الشائعات. مين على رأس هذه القوات؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فطبعا بالإطار ده هو التارجت هنا واضح تماما، هو بيحاول انه يستهدف المؤسسين، وده كان هدف دايم على فكرة من 2011، كان هدف دايم ان هو بيتكلم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي هم سموه في وقت من الأوقات سكاف، وكانوا بيحاولوا يقولوا للشعب المصري لا ده حاجة غير بقية الجيش المصري، الجيش المصري ده بتاعكم. دي الفكرة اللي طول عمرهم بيلعبوا عليها، وهي دي الفكرة اللي بتؤرقهم على مدار التاريخ. هذه القوات الشريفة اللي عملت لصالح تنمية الدولة المصرية ولصالح مستقبل الشعب المصري من 52 لغاية النهاردة، ويمكن من قبل 52 كمان لغاية النهاردة، منذ توحيد القطر المصري، وهذه القوات الجيش المصري يعمل من أجل الوطن. الإشكالية عندهم أن هم مش قادرين يستوعبوا هذه العلاقة، والإشكالية عندهم أن هم دايما بيحاولوا يضربوا هذه العلاقة. والفترة الأخيرة مع بروز الدور التنموي للقوات المسلحة المصرية على هذا النحو عمل لهم نوع من الإرباك الشديد في مخططاتهم. ليه؟ لان هو ما كانوش متخيل ان يبقى في مؤسسه مصريه قادره على اداره الدوله المصريه على هذا النحو الحداثي، وعلى هذا النحو من السرعه، وعلى هذا النحو من التمكن في اداره مفاصل الدوله المصريه المختلفه والنهوض بها سريعا. انت انا نفسي بس نقف ونفكر كمصريين، احنا كنا فين من 2011 ل 2013، كنا فين من 2013 ل 2015، ونشوف احنا حققنا قد ايه انجازات من 2015 لغايه النهارده في كل القطاعات الصناعيه. نفسي كل واحد يقعد يمسك ورقه وقلم ويراجع المشروعات القوميه ويشوف المشروعات القوميه تم افتتاح فيها عدد المنشات الصناعيه قد ايه، يشوف الزراعه ويشوف المكتسبات والاضافات اللي تمت للرقعه الزراعيه المصريه قد ايه، يشوف مشروعات المياه وتحليه المياه والمياه البديله، يشوف الطاقه ويشوف الطاقه الهيدروجينيه، ويشوف الدوله المصريه بتتقدم ازاي في ملفات حدثيه جدا في هذا الملف، بما يمكنها من هي تكون على راس الدول المصدره للطاقه النظيفه والطاقه الهيدروجينيه لكل دول الاقليم، يشوف الدوله المصريه وهي بتتحرك في اهتمام بالشباب في خطوات ما كانتش موجوده قبل كده، وتمكين الشباب. ودي نقطه دايما بيحاولوا يسخروا منها ويعملوا جاب ما بين جيل الشباب وما بين الدوله، ويقول لهم لا اصل اللي بيتم اختيارهم ليه ما اعرفش برنامج ايه، لا دول اصل دول مميزين. لا انا نفسي ان احنا يعني نهدأ ونعيد التفكير. اكيد كل تجربه فيها اخطاء، ولكن الخطا لا يدفعني الى القطيعه، ولا يدفعني ان انا اذهب لكي استمع الى هذه الشائعات والاكاذيب لكي ارددها بلا وعي. ولازم نبص ازاي ان هم بيستغلوا الازمات. هو عمل لنا ازمه كبيره طول الفتره اللي فاتت في الاسعار، ونيجي ناخد نموذج مثلا من قدرة الدولة على مجابهة الأسعار في أحد السلع الرئيسية والمنتجات الرئيسية، إزاي الدولة اشتغلت على هذا الملف وتراجع شديد جدا حصل في الأسعار على مدى 3-4 أيام. طب ما هنا أنت بتتكلم على استغلال حتى نفوس، استغلال نفوس ضعيفة في الداخل لبعض الأزمات من أجل إحراج النظام. هنا الدولة بتحارب عبر مجموعة من الأدوات. المستهدف الرئيس هنا في النهاية بيحقق الغرض اللي التاني عايزه من بره، انه يخلق ازمه وازمه ثقه ما بين القوات المسلحه المصريه وما بين الشعب المصري، وده امر لن يتحقق، لان الشعب المصري شايف على ارض الواقع ان هذه القوات هي التي حمت،
هي التي صانت، هي التي تبني، هي التي تعمر، هي التي بالفعل قادت عملية العبور الأول في أكتوبر 73، وهي الآن التي تقود العبور الثاني المستمر. احنا ما انتهيناش من مرحلة العبور، هذه المرحلة مرحلة مستمرة. مصر في حالة حرب من 2001، أنا عن نفسي ببص لده كده، إن احنا في حالة حرب من 2011 لغاية النهاردة. تتعدد الوسائل، تتعدد الأساليب، تختلف الأهداف والأليات، لكن الدولة المصرية تحارب حتى هذه اللحظة بمجموعة من الأدوات المختلفة اللي لازم نكون منتبهين ليها ولا نحيد عن التصدي ليها كلنا كمصريين. طيب أنا وأنا بشوف اللي حصل النهاردة الصبح، الفكرة الرئيسية اللي جت في ذهني هي أنه الأول مرة يحصل عملية الربط الكامل المحكم ما بين الجزء الأسيوي والجزء الإفريقي في جمهورية مصر العربية، وإنه هذا الربط ما هوش مجرد كمان معبر ما بين القارتين ولا معبر اقتصادي ما بين مصر وما بين الأشقاء العرب سواء إذا كانوا في الخليج أو في الشام، أنا بتكلم على معبر حقيقي اقتصاديا ما بين إفريقيا وما بين آسيا، ربط حقيقي سياسيا ما بين إفريقيا وما بين آسيا. هل المذيع محق أم هو مجرد حالم ساذج؟ لا انت مش حضرتك مش حالم طبعا، حضرتك سياسي وسياسي بارع وانا عارف ده كويس. لا خالص، بس خليني اقول على ارض الواقع ان اللي انت بتقوله ده هو ده بالفعل الحقيقه، هو اللي كان الهدف فصل الرابط اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، ان هذا الرابط ينعزل من الدوله المصريه، يتم اقتطاعه من الدوله المصريه. ده كان احد مستهدفات 2011، وما كانش هو بس، كان الاطراف بتاعه الدوله المصريه كان مخطط ان هي تقتطع منها، نوبه، الغرب، اهداف كتير جدا كانت مخططه في هذه اللحظه. ومش لازم ننسى كمصريين ونسقطه من الذاكرة اللي كان بيحصل فينا ده، كان على الأرض بيتم تنفيذه لولا صمود هذا الشعب ولولا أبنائنا في القوات المسلحة المصرية اللي تبنوا وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت مطالب الشعب المصري. خلينا نقف عند حاجة تانية ونقول اللي حضرتك بتقوله ده، هل هو مرتبط بالفعل باستراتيجية أو فلسفة تنمية سيناء ولا لا؟ هو مرتبط بيها. لما حضرتك بتشوف فكرة فخامة الرئيس اللي كان بيتكلم عليه طول السنين اللي فاتت، ويمكن في افتتاح الأنفاق وفي أكتر من مناسبة كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عن أهمية موقع سيناء بالنسبة للدولة المصرية، وإزاي أن احنا لابد أن احنا نمد هذا الرابط وأن احنا نتواصل ونزيد من قدرات ونحفز إمكانيات أبناء سيناء علشان نقدر نجعلها بالفعل هذه الحلقة الرابطة أو هذه الحلقة التي تمكن الشرق والغرب من الارتباط عبر الأراضي المصرية. طيب النهاردة وإحنا بنشوف الكلام العملي اللي شرحه دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي، وهو يتحدث عن الأنفاق وإزاي إحنا زودنا عدد الأنفاق، كان عندنا نفق واحد بس شهيد أحمد حمدي، النهاردة بقى عندنا 5 أنفاق. إزاي إحنا عملنا شبكة طرق حوالي 3000 كيلومتر، ازاي احنا بنزيد من عدد الموانئ. ولازم هنا نقف والمصريين يفكروا، هو ده بيتعمل ليه؟ يعني هل 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 دولة ليست لها اولويات غير ان هي تعمل انفاق وكباري وطرق وحاجات زي كده، ولا هذا هدف ابعد في حاجة اسمها التنمية مستدامة؟ ما يتم على الارض في جمهورية مصر العربية ككل وسيناء جزء منها، انك انت بتعمل تنمية مستدامة، ما بتبصش تحت رجليك بس، انت بتبص للمستقبل، انت تستهدف المستقبل، انت تصنع الفارق مع المستقبل، انت تتحدى زحامات المستقبل، انت تتحدى فكرة مكانة مصر في المستقبل هتكون ازاي. لما بتكلم على مشروعات الطاقة والغاز و وتقول انا عندي موانئ وموانئ لوجستيه وعندي مناطق استثمار لوجستيه في شرق التفريع وشرق بورسعيد، ونشوف مدينه الاسماعيليه الجديده، ونشوف المناطق الاستثماريه في قلب سيناء نفسها، ونشوف التجمعات السكانيه الجديده، ونشوف المناطق الزراعيه اللي بيتم توفيرها في قلب سيناء علشان سد الفجوه الغذائيه هناك، ونشوف كل المشروعات اللي بتتم على الارض دي، ونحاول نربط بقى شبكه المواصلات دي. طب هي عايزه ايه؟ هي عايزه ضمان انتقال امن وتعمير سريع لكل الخروج من الشريط الضيق لوادي النيل. فخامة الرئيس اتكلم عنها النهارده، قال ان احنا عايشين على الشريط الضيق لوادي النيل، مساحه سيناء بالظبط توازي هذا الشريط الضيق. لما نيجي نقيس المساحتين مع بعض، ما احنا محتاجين نتمدد ونتوسع. سيناء مش فرصه، سيناء هي ارض مصريه، طالما اهملت وطالما اهملت العلاقه بيننا وبين اهلها. أهلها مش بمعنى إن هم غربة عننا، لكن بمعنى إن إحنا سمحنا للآخر إنه يكون جواه عقيدة ويخليه يحس إن إحنا مش منه. كنا بنشوف ده، أنا كنت بشوف ده على الأرض وأنا بشتغل معهم في فترة من الفترات في استطلاعات الرأي،
النهاردة المكون ده ما بقاش موجود. النهاردة شفنا على الأرض التلاحم الكبير اللي حصل ما بين أبنائنا العاملين في الشركات المدنية برؤوس أموال سيناوية وأبنائنا العاملين والمدنيين الموظفين المصريين. شفنا المصريين المقيمين في سيناء وهم بيشتغلوا في مشروعات تنمية في قلب الوادي، صح؟ وشفنا ناس من الوادي بتروح تشتغل هناك. هذه الحركة تزيد وتزوب من عوامل الفرقة اللي حاول البعض ان هو يخلقها في لحظة من اللحظات، واللي استغلوها في لحظة من اللحظات لإحداث هذه الواقعة، واللي حاولوا ان هم يروجوا ليها ويكرسوها، وظهر بعض النشطاء من هناك يستغلوها ويتحدثوا عنها للأسف. واحنا حضرنا كلنا طبعا. تاريخ مجيد لهؤلاء النشطاء، وخلينا نحط تحت مجيد دي 30 خط احمر لهؤلاء النشطاء اللي اشتغلوا بالفعل على وعي المواطن السيناوي في هذا التوقيت، وحاولوا ان هم يشحنوه ضد بلده ويوظفوه ضد بلده. النهاردة الدولة المصرية بهذا الاقتراب الفلسفي التنموي الكبير اللي رايحة من خلال مش بس الاهتمام بطرق وكباري وموانئ ومشروعات ومدارس وصحة وآخره، لكن الأهم التنمية للفرد، علشان هذا الفرد يكون قادرا على استيعاب المتغيرات اللي بتحصل حواليه، القدرة على التصدي للمخططات اللي بتحصل حواليه، أن يكون فردا منتجا ومفكرا، ويستطيع صد من يظهر من بينه يحاول أن يحدث مثل هذه الوقيعة في المستقبل. دي أمور كلها مهمة جدا. ما كانش يقدر يعمل المهمة دي بهذه الكفاءة وعلى ذا النحو العالي من الأداء إلا أبنائنا في القوات المسلحة المصرية اللي هم دائما على رباط مع مصريين المقيمين في سيناء، وهم اللي دائما التاريخ بيجمعهم في نضالات مستمرة. ودايما لازم نفتكر الأفلام اللي بترسخ لهذه البطولات اللي تلاحم فيها المصريين في سيناء وأبنائنا في القوات المسلحة المصرية. أنا مش عارف أشكرك إزاي على أنه قبلت دعوتنا المتواضعة للحضور في البرنامج، فأشكرك بجد من قلبي، وأشكرك جدا بالمناسبة على هذا على المقال أو السلسلة لو صح التعبير. ومسألة فلسفة الجمهورية الجديدة وفلسفة الحكم، أنا أظن أن احنا محتاجين المزيد من الكتابات الفكرية حول مسألة فلسفة الحكم الجديد في مصر وفلسفة الجمهورية الجديدة. فأنا أشكرك بجد من قلبي. اسمعني، أنا أشكر برضو أستاذ أحمد الخطيب اللي أتاح لي فرصة أن أنا أكتب سلسلة المقالات دي. الحقيقة أنا كنت محتاجها جدا، أن أنا أحاول أعبر عن بعض التقدير لهذه الدولة اللي أنا شايف أن هي تستحق كتير مننا، إحنا لسه ما عملناهوش تجاه. أحمد الخطيب ده حاضرا غائبا صديقنا المشترك والوفي والجميل بالمناسبة. أنا عايز أشكرك مرة تانية. شكرا. وأنا أشكر أحمد الخطيب جدا، هو عارف أنا أحبه قد إيه الصحب يعني. شكرا. أشكرك جدا. شكرا. جدا جدا جدا. بالمناسبة وأنا بختم، أنتوا خدتوا بالكوا في متن الكلام كله من الصبح لحد دلوقتي أن إحنا في سيناء بنشتغل على 5 مطارات 5؟ طب انت فاهم يعني ايه 5 مطارات في سيناء ولا لا؟ بامانه ساء عليك النبي يا شيخ، لقطها ولا لا؟ دوله بتعمل 5 مطارات في منطقه كانت تعاني من ارهاب غاشم جاثم دامي مرير، افهم بقى. اقول لك انا اسيبك مع كريم رمزي بعد ثواني وبرنامجه رقم 10، ولو كلنا العمر هجي لك بكره تاني باذن الله في نفس الميعاد نتكلم في نفس الموضوع وبرنامجكم التاسعة. سلامات.